الأمم المتحدة عاجزة كل العجز عن حل المشكلة. قال ما أجبرت لكم حل، ودعتكم المولانا. استغلال الصحراء آتي. بعيد بعيد الاستغلال بعيد. نقول هلا نقولها لكم أنا، بعيد الاستغلال، استغلال بعيد له خالق لا يحلم به أحد. لو دون الحل هذا لا، هذا لا، لا الحقيقة مدت قد ما توصل الهدف. يا قاري لود الحل، يا كان نوصل نص الهدف والله ربعه، ها والله ثمنه. عند ود الحل ما نقدم تم ولا الدم 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 الدم. مساكين يستشهدوا بدون فائدة. ثانيا تأكدوا هما عن مشروعه مفشل، تأكدوا عن مشروعه من المشروع العادة مفشل. حقيقة عايشين الوهم وتوف. البوليزاري وماتت، وماتت لا وجود لها. شنو الحل من اللي ينقيسوا من ما نعودوا دولة؟ نحن بغينا لا نعودوا دولة، ونحن بغينا لا نستقلوا، وقطعنا عن دفعتنا كامل نهار الأول لا شعور الهدف، وخلق اللي خلقه. نحن ضريك في أمر واقع، نحن نعيشه في أمر واقع. الأمم المتحدة عاجزة كل العجز عن حل المشكلة. الميدان على الأرض مسيطر عليه المغرب 99% قصف، إذن ما هي اللي تحقق شيء؟ تستزف انت القذائف المغربية راهي تم تقرع عليك إلى واحد. السلام عليكم، تسنى أخوتي دقيقة. لا تقتل واحد اثنين في ذاك القصف، ثلاثة أربعة إلى ما قدك محمد يجيبوا لك حماد. إذن منين نجوا الأرقام نلقاو عن 74 قرار من أكبر هيئة في الأمم المتحدة اللي هي مجلس أمن اللي تتاخذ القرار في حل المشاكل في العالم. 74 قرار في قضية الصحراء، و134 قرار في الجمعية العامة اللي هي الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة. ضريك ماشيين في 13 ولا 14 مبعوث خاص ينشر يرسل للمنطقة ما في ماذا الصيد اللي جاي ضريك وما هو جايبش قطعنا نتابع أصحابه. احنا اليوم في واقع إعجاز تام، ولا بصيص أمل يبين عن خارج الاستقلال، ولا بصيص أمل واحد يبين عنه يقد حد يلوي ذراع المغرب ويفرض عليه السفتة. السلام عليكم الإخوان، حياكم الله، معكم أخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة على الشعب المغربي العظيم، كالعادة الخوت عزائنا وعزائكم واحد، والله يرحم كل من مات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ديمي الصورة خوت كاين في الجزائر، وطلق بالأمس مع وزير الخارجية الجزائري عطاف، وكتقول الأخبار على أن ديمي الصورة هذا سينتقل مباشرة من الجزائر إلى موريتانيا. وهناك تسريبات كتقول على أن ديمي الصورة أخبر جميع الأطراف بمن فيها البوليزاريو والجزائر والمغرب وربما غدا موريتانيا أنه مجبرش بالمرة الحل لقضية الصحراء، وإنه استعصى عليه إيجاد حل لقضية الصحراء، وإنه استعصى عليه جر الأطراف إلى طاولة المفاوضات. واعترف ديمي الصورة للجميع أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لحل هذا النزاع. كما كتقول بعض الأخبار المسربة بين عناصر البوليزاريو على أن ديمي الصورة قال للبوليزاريو عليكم قبول الحكم الذاتي لأن المغرب متحكم في زمام الأمور، وحتى الحكم الذاتي قد يسحبوا المغرب في أي لحظة. هذا ديمي الصورة جالس إبراهيم غالي رفقة أنطونيو غوتيريز في مقر الأمم المتحدة قبل يومين، ونصح إبراهيم غالي ونصح البوليزاريو قالهم عليكم قبول الحكم الذاتي لأن الحكم الذاتي فرصة لا تعود في الوقت الراهن، ويقدر يسحب المغرب في أي لحظة لأن المغرب كافي من ذا الصحراء اللي قابض، وكافي الصحراويين اللي معاه في قضية الصحراء المغربية. انتهى الأمر، المغرب
أعطى إشارة للأمم المتحدة أنه حسم قضية الصحراء وقد يسحب نهائيا مقترح الحكم الذاتي. وهذه الإشارات والنصائح فعلا وصلت إلى داخل مخيم تندوف. هناك كاين غضب من أنصار البوليزاريو، فشلوا انعاروا. اليوم كيقول لك أين الحل؟ شنو هو الحل ملي احنا ما قديناش نجيبوا الاستقلال، ملي خدنا الحرب وما قديناش نقتلوا ولا جندي مغربي، ملي احنا تقريبا اكثر من 50 سنة في قاع الصحراء وما قديناش نتحكم ولا متر واحد في الصحراء؟ شنو هو الحل؟ شنو نديرو؟ شنو له نعدلو؟ شنو الابواب اللي له نطرقو؟ ما المعمول؟ المغرب تحكم في قاع الصحراء، ما قدرنا نديرو والو، شنو غنديرو؟ شنو الحل؟ الناس دخو. وكاين اشارات وتسريبات على ان ديمستورا سيتبع باقي المبعوثين اللي العدد ديال اكثر من 14 مبعوث لقضية الصحراء، كلهم استقلوا او اعتذروا او انسحبوا باسباب كاذبه على انه مرض وامور شخصيه. الحل ما كاينش في قضية الصحراء، الحل ما كاينش نهائي في قضية الصحراء، الحل الوحيد هو الحكم الذاتي لا اقل ولا اكثر. مني ما نعودوا دولة، نحن بغينا لا نعودوا دولة، ونحن بغينا لا نستقلوا، وقطعنا عن دفعتنا كاملين نهار الأول لا شعور ذا الهدف، وخلق اللي خلق ولي. يا غان نحن نريك يا حسن، نحن ما ضد الدولة الصحراوية، ولا ضد الشهداء، ولا ضد أي شيء. نحن نريك في أمر واقع، نحن نعيشه في أمر واقع. الأمم المتحدة عاجزة كل العجز عن حل المشكل. الميدان على الأرض مسيطر عليه المغرب 99%، وهذا ما يقدر ينكره حد، كون حد ما هو باغي يبين ضعف القوة العسكرية الصحراوية، وهذا ظاهر. أنا شفت مدة عام وأربعة أشهر ما هي ثغرة، ما هو أسير، ما هي وثيقة، ما هي حرب. ذيك هي اللي قالها الحرب، يعني قصف، وانت عارف حرب استنزاف ومرحلة حرب استنزاف وتعرفها جيدا. إذن ما هي اللي تحقق شيء؟ اللي تستنزف انت القذائف المغربية راهي تقرع عليك إلى واحد في الآخر، لا يتكتر واحد اثنين في ذاك القصفة، ثلاثة أربعة، إلى ما قدك محمد يجيبوا لك حماد. وراك شفت أنت وتقولها بلسانك، ويقولها كل واحد مناضل يقول أولاد مغاربة يرتاحوا في البحر، هذا كل اللي يرتاحوا في البحر يلوحوا لك في الرب. إذا منين نجوا للأرقام نلقاو عن 74 قرار من أكبر هيئة في الأمم المتحدة اللي هي مجلس أمن، اللي تتاخذ القرار في حل المشاكل في العالم، 74 قرار في قضية الصحراء، و134 قرار في الجمعية العامة اللي هي الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة. رأيك ماشيين في 13 ولا 14 مبعوث خاص ينشر يرسل المنطقة ما في ماذا الصيد اللي جاي يدرك، وما هو جاي بشي قطعا نتابع أصحابه. إذن احنا ما لنا ضد الدولة الصحراوية، ولا لنا ضد الكيان الصحراوي، ولا لنا ضد الاستقلال، ولا لنا ضد أي شيء يحلم به الإنسان الصحراوي، ولكن احنا أصبحنا في واقع، احنا اليوم في واقع إعجاز تام، ولا بصيص أمل يبين عن خارج الاستقلال، ولا بصيص أمل واحد يبين عنه يقد حد يلوي ذراع المغرب ويفرض عليه السفتة. هذه متى عارفة ومتأكد منها، فم يا غير ما لك اللي تصرح بها، بيك ذاك اللي ما لك باغي تقول الحقيقة، ولا واحد ثاني مولي معك، ها هو خاصك تفهم. إذن ما دام جاء قضية حكم الذاتي تقريبا هو الأمل الوحيد
اللي الله يجمع أهل الصحراء على أرضهم وعلى ترابهم وعلى وطنهم اللي هي الصحراء الغربية، ولا يستفادوا من خيراتهم، ولا يبنوا كيانهم، ولا يشتركوا مع أخوتهم اللي في، وهذا غير هذا إلا سمحت لهم، إلا سمحت لهم الجزائر، إلا سمحت لهم الجزائر، وإلا نعطى واحد النيغوسيو للجزائر، وإلا نضغط على الجزائر ووافقت الجزائر بواحد مصلحة معينة اللي لا يتقبض فيها خيرات الصحراء، إما فوسفات ولا البحر ولا مدخول معين مدة 200 عام ولا 150 عام ولا شوف ذاك اللي يعدوا كيف اللي وقع في العالم، وكيف وقع في اتفاقية الثلاثية مع اسبانيا. نظن عنه مني توافق الجزائر عن جبهة البوليساريو اللي هي توافق، وقطعا عن ذيك القيادة منين تقول غدا بغينا الاستفتاء ونناقشوا الاستفتاء ونتفاوضوا على الاستفتاء، شين هي طريقته، شين هي كيفيته، وشين هي معالمه الواضحة. قطعا عنكم كاملين تقولوا قالت قيادتنا الراس الشيدة، وهذا انتصار، وهذا نفس الألفاظ اللي نسمعوكم، ولكن يا حسن ما خرج حد ضد أهل الصحراء، وما خرج حد ضد جمع الشمل، ولا يا غير خارج واقع نعيشوه ملموس واضح. الأمم المتحدة ما قدرت حلت مشكل وما هي اللي تحلو. أكبر حد في الجبهة إبراهيم غالي، وصفها بشرطة المرور في قضية القرقيرات. إذا لا تبقى أنت أبدال لعهد الشهداء، ما خارج إلا الاستقلال، ما خارج حد العملاء هم اللي يقبلوا الحكم الذاتي ذيك المصطلحات. يعني شوف الأمر الواقع، شوف اليوم ميدان الجيش على الأرض شنو، وشوف الأمم المتحدة اش معدلة، وشوف القرار الأخير اش صار فيه. هذا هو، هي التساؤلات خاصكم تشوفوا. خلونا من 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 اتهامات الأشخاص الثانيين، وخلونا من المواقف، وخلونا من سرد تاريخ الصحراء كانوا يبايعوا الملوك والسلاطين والله ما يبايعوا، هذاك ما يهمنا. راعي ما قط بايعوا قع، ولا قط عنت علاقة بالمغرب بأهل الصحراء، ولا خارق قرار أممي ما هو ضد المغرب في الصحراء، ثابت لا عنها، كانت لا الصحراء خالية، ما عليها سلطان ولا ملك. يا غير نحن نشوفوا الواقع اليوم على الميدان على الأرض، يمحي ذاك التاريخ ويمحي جميع البنود، لأنها السيطرة واقعية على الأرض. ويكفي أنه وراها إسرائيل وأمريكا وفرنسا والغرب كامل. وتعرف أنت مولي وراك نطقت بها بأنه اليوم السيطرة للقطب الواحد، يامس كانوا قطبين اليوم عاد القطب الواحد، واللي هو اللي بغى يعدل يعدل، وراك شت وشوقع. تقول لي دليل ركتي هاي بحزب هذا اللي وقع في فرنسا ضريك كذيب، راهم جا بولتون قاع جماعة بولتون وجماعة وزيرة الخارجية الأمريكية وذيك المجموعة اش عدلوا دعاية مشات كضباب نوى متخطية، حتى هذه ديال فرنسا لا نوى، ولا يجي كذيبة ثانية لا نوى. غير شوف أمر الواقع يا حسن، شوف الواقع اش واقع فيه، وشوفوا ذوك الكهلات اللي في ذاك المخيم، وشوفوا ذاك التشرد، وشوفوا ذا الشتات. مرحبا وسهلا.